بالتأكيد هذا الملف يعني حقيقة أصبح من الملفات الشائكة والعائقة أمام المصالحة المجتمعية بشكل عام، ويعني عائق كبير أمام أبناء هذه المنطقة اللي عددهم يتجاوز 100,000 اللي اليوم يعانون منذ أكثر من 7 سنوات. للأسف يعني خلال الحكومات المتعاقبة لم نجد هناك حكومة مهتمة بهذا الملف اهتمام جدي واهتمام حقيقي، علما بأن هذا الملف هو ملف إنساني بحت. فبالتالي اليوم أخذ على عاتقه السيد رئيس تحالف عزم الشيخ خميس الخنجر وقيادات تحالف عزم بالعمل على هذه القضية الإنسانية بعيدا عن الجانب الدعائي والجانب الانتخابي، والدليل بأن عملنا منذ عدة أشهر على هذا الملف، وبفضل الله الله من على أبناء على هذه الثلة الخيرة بفتح آفاق أمام أبناء هذه المنطقة. وبالتالي أول الغيث قطرة قبل يوم أمس دخلوا بعض سكان هذه المنطقة، وهذا يعد يعني بارقة أمل لأبناء هذه المناطق. اللي أريد أقوله حقيقة نعم، للأسف القيادات السياسية المتعاقبة لم تعمل على هذا الملف عمل حقيقي، فبالتالي الشيخ خميس الخنجر اعتبر هذا الملف من أولويات عمله منذ دخوله إلى بغداد، وبفضل الله وبالتعاون مع أصحاب الشأن والقيادات في البلد على إنهاء هذه العقدة الحقيقية التي تقف أمام العملية السياسية والمصالحة المجتمعية والأمام حتى الإنسانية. نعم. فبفضل الله يعني من هنا نقول بإذن الله هذه بارقة أمل لإتمام هذه المهمة وإرجاع أبناء جرفل الصخر إلى أهلهم وإلى مساكنهم. أستاذ سالم.